لا تقتضي تكتل الواقع سيد الوزير وحزب المعارضه. لست على علم من يريد ان يوقع فيمكنه ان يوقع. الفائده مش في التوقيع المساله الشكليه، الفائده في مستوى الفعل وفي مستوى الواقع. احنا كمؤتمر قبلنا المبادره وخارطه الطريق على اساس انها قاعده للحوار، على اساس انها ارضيه، على اساس انها نقطه انطلاق. من موقع احساسنا بانه بلادنا معناها ما تهونش ان تكون في الوضع اللي هي عليه الان، فان ننطلقوا في هذا الحوار بكل ايجابيه وبكل جديه وبكل روح معناها اللي تنجم ما تقود مكان الى التوافق. اللي باش ينطلق حوار بنيه اخرى ما ينجم يكون كان معناها يراكم الاساءه لهذا البلد ولهذا الوطن ولهذا الشعب. بالنسبه لحضور الرئيس الثلاث معناها شوف ما تعودتش باش معناها ما خدت خط انا كبولها لأنه هؤلاء ما همش عناوين حل وإنما عناوين أزمة. مؤتمر الحل في المسائل المبدئية يجب الاتفاق عليها قبل ما ندخل هذا الحوار. إذا كان نادى وقرر باش يكون الحوار هذا أعتقد على هذه القاعدة، وبالتالي معناها أنه نمضي أو ما نمضيوش بهذا الحال ما يقلقنيش باش نمضي وما يقلقنيش أبدا. إذا كان هذا فقط لتأكيد التزامنا بهذه المبادرة احنا حاضرين لهذا. احنا جينا لهنا متفائلين بالحوار ونطلبوا ان ننجحوا ونساهموا في انجاح هذه المشاورات. طبعا في اطار تكريس الوحده الوطنيه وفي اطار احترام المبادئ الديمقراطيه نحن باش نسعوا قدر الامكان وقدر جهدنا باش ننجحوا هذه المشاورات كما قلت لك حتى الشعب التونسي معنا يرتاح وعنده برشا يستنى علينا وطالت المده وطالت الانتظار. ماذا بينا ننجزوا قدر الامكان في اتجاه انجاح هذه المشاورات. بالصح انتم مع المبادره؟ والله بالنسبه للامضاء مازال ما علمنا بها معناها البارح فقط، وبالتالي لازمنا مشاورات مع رئيس التيار مع بقيه النواب. احنا جينا هنا من اجل الحوار ونرفض ان نحكم بالنوايا، لكن لحد هذه اللحظه رفضت حركه النهضه ومن ورائها توابعها من الاحزاب ومتزايليها الامضاء على خارج الطريق، وبالتالي الوصول الى مرحله الحوار الجدي. احنا نحب نقولوا راهو الان يظهر من يغلب مصلحه حزبنا على مصلحه الوطن، ونحن غلبنا مصلحه الوطن على مصلحه احزابنا. والله لحد اللحظه هذه ما فماش، ولا حسب ما صرح به بعض الوزراء الموجودين هنا في القاعه واللي جايين باسماء احزابهم ان يقولوا الحكومه لن تقدم استقالتها، وبالتالي لن يتوفر الشرط الحوار. ربنا ما خلاش اللحظة توقع ولا توقع. والله اسالوهم يحبوا يغطيوا على الفشل نتاعهم. هو الوثيقه هذه هي لابداء صبغه الالزاميه على الحوار، صبغه الالزاميه على الوثيقه او ورقه العمل المقدمه من الاتحاد ومن الرباط. لابداء هذه الالزاميه وحتى تبدا هناك حكومه مصداقيه. هناك تصور على اساس انه يتم الامضاء على وثيقه تلحق بخارج الطريق من قبل كل الاحزاب، وهذه الوثيقه هي وثيقه التزام وتعهد بتطبيق وتنفيذ وبالالتزام بما جاء ببنود وبنقاط خارج الطريق. تم في اطراف معينه اللي تيجي في اخر وقت يعني تحت جناح الظلام تيجي تفرض يعني قيود معينه جديده في مسمياتها. من تتهمون؟ اعطينا اسم. او جابت لقاث هذه بقناعتنا التحفظ، وانه في غضون يعني هي الالزاميه الوجوبيه يعني صيغه الوجوبيه يجب وجوبا للاستقاله نتاع الحكومه. اذا ما يحصلش فيه اتفاق يعني وجوبا يرد لها التستقيل، قدم استقالته في غضون 3 أسابيع يعني حتى لم تتوافق البند الثاني من خلال قراءتي. الجانب الثاني واللي يهمني انا يعني بشكل واضح وصريح واللي هو المجلس كعضو ليه، يعني المجلس مطالب بانهاء اعماله في غضون 4 أسابيع وجوبا
يعني بعد أربع أسابيع يرد له يقول السلام عليكم. وقت شنو أنا؟ استقالة الحكومة. الحكومة وكيفيتها. والوقت الثاني متاع على قاعدة الحوار. حوار على قاعدة هذه الخيط. قلت ناقص شدك نقطة أخرى. لكن فما إنذار. لازم يبحثوا في كلمة على قاعدة. على قاعدة محتوى هذه الخيط ولا فما إمكانية تغيير. إذا العملية كلها نحس به كان استقال فيه وتوالي قاعد يصير حاليا ما بين ليلة ونص وما بين النهر. الواحد أثار مشكلة والاتحاد هون مرة أحكي مع اللي ذا معه جبهة بيع ويحكي مع من ناحية أخرى مع الـ مع الـ مع النقطة هذه جديدة معناها جت كي وقعت إثارة الموضوع تاع المزايد بعد ما صار معناها تقارب بين النهضة ونيديتا ورجعوا يتعاركوا على أنا أحس إن شاء الله ما تكونش فبركة إن شاء الله ما تحبش معناها كيفين فبركة كيفين فبركة شنو مش إجهاض هذا لإرادة المواطنين توا تعرف التونسي الكل التونسي الكل يراقبوا ويتبعوا في الحوار هذا سواء الداخل سواء الخارج آخر دقائق باش يخرجوا توا وعبروا كله باش يمضوا على حتى هذه ما فيها حزب كله أنا قلت كل مؤتمر قلت كل توا الشعب العام في المؤتمر الثاني دخل على قال أنا نتصل بي حد لا وقعت سلبي والمنظمات راهي مش محايدة وقعت سلبي وباش تنظر الناس كلها ولا شنو باش تنظر يردكم على أنه كل معناها تشنج من هنا شوية وبش من هنا شوية أنا قاعدين نسوا فيها والأمور كلها ماشية وإن شاء الله الأمور تتحدث كلها باش توافق ووافق فيهم الوافق وكلهم باش توافق وكلها باش تمضي كلها باش تمضي كلها باش تمضي يعني قبل مدة ساعة ينطلق الحوار إن شاء الله شوي شوي طب طب لا مساج مساج حتى يتهمونا مش مشكلة المهم 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 نحن نوصل على طمز صح على علم